الشريف، وموقف آخر أيضا من مواقف الرأس في الليل في وسط الظلام الحالك، وإذا بالرمح يخرج من يد حامله هكذا قطرا وينبت في الأرض، وحاولوا أن يخرجوه ما خرج الرمح لأي سبب، الرأس على الرمح، وفجأة يقتلع من يد حامله وينبت في الأرض، حاولوا أن يخرجوه ما تمكنوا، فحينئذ لجأوا إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يسألون الإمام، وهم قد قيدوه بالجامعة لأنهم في المشكلات يعرفون إلى من يرجعون، قيدوه بالجامعة رجعوا إلى الإمام، يا ابن الحسين رأس أبيك ثبت في الأرض ولا نتمكن من إخراجه، ما الخبر؟ قال تلو عمتي زينب فلتبحث عن الأطفال، ربما سقط الطفل من أطفال الحسين. لما اخبروا زينب وجاءت زينب تبحث بين الاطفال، واذا بسكينة قد افتقدت، فصاحت عم سكينة في اي ارض طرحوك، ورجعت مهرولة واذا بسكينة قد سقطت في الطريق بعد ان ضربها احدهم بسوطه. لما رجعت زينب كما يذكر المحدث المازندراني يقول وجدت امرأة جالسة وفي حجرها سكينة نائمة، زينب تسأل هذه المرأة من انت يا امة الله، من بعيد في ظلام لا تميزها، من انت هذه التي تتحننين على يتامى الحسين؟ تقول زينب انا امك فاطمة، او تظنين اني اغفل عن يتامى ولدي؟ هذا موقف. لرأس أبي عبد الله ومنازل الرأس كثيرة، قلت أنا أختصر الكلام، ومنزل آخر لرأس أبي عبد الله.